الوصفه الثانيه وهي سلطه هنعملها سلطه الجرجير، هنعملها بالستيك او باللحمه، هنقطعها شرايح بعد الشوي. اول حاجه تعالوا اقول لكم المقادير. عندي الجرجير، هجيب الجرجير الصغير، بعدين عندي المشروم روزميري فريش، وعندي اللحمه هجيبها متبله واحاول قد ما اقدر ان انا اشيل الدهون خالص، ملح وفلفل، زيت زيتون، خل بلسامك، الجبنه البارميجان هنقطعها بالطريقه دي كده، ممكن بالمقشره بتاعه البطاطس او الخيار او كده نقوم مقطعينها، وعندي الحبوب الكابري بتطلع برضو حلوه جدا معاها. اول حاجه هعملها احنا هنكون متبلينها، تبليها ملح فلفل مع شويه زيت قليلين قوي، هحط هنا رشه صغيره من الزيت. اوكي همشيها كده على الشوايه، وبعد كده هبدأ بالشوي. تمام. من الأنواع اللذيذة جدا في السلطات، حاجة يعني إيه كنوع من أنواع التغيير، مش لازم كل مرة نبقى بناكل نفس الأكل، ممكن نغير شوية في أكلنا، فهي بتبقى حلوة قوي. بصوا كده بقى التتبيله، هتحطوا ملح فلفل، وكمان لو حابين تحطوا شويه من خل البلسامك مع الزيت زيتون اهو، وهحط ايه التتبيله بتاعتها كلها، وهسيبها ان هي تتشوي على الناحيتين، هسيبها على كل ناحيه حوالي 7 لـ10 دقائق. اوكي نعمل بقى ايه الطبق بتاعنا بتاع التقديم، واحنا زي ما اتفقنا دايما عايزين نعمل الاطباق بتاعتنا تكون اطباق حلوه كبيره وتاخد العين. دايما حاولي تستخدمي في البيت الحاجات اللي تديكي احساس ان احنا جددنا، تحسي ان انت عملتي حاجه جديده، او ان انت يعني مش طابخ نفس الطبيخ، مع ان هو ممكن يبقى نفس الحاجه، بس كل مره كده نحط في حاجه شكل، حاجه مثلا نقول ايه ده دي معقوله نحطها هنا، فعلا لما بتتحط بشكل مختلف بتطلع حلوه قوي قوي، وبتكون تجديد للي بياكل ولينا عامه. يعني نعمل بقى كده. اهم حاجة ان المكونات بتاعتنا كلها بتكون طازة جدا وهي سهلة، ايه مش حاجات تعجزنا خالص. اهو هعمل كده وهحط شوية صغيرين طبعا كده علشان على الوش برضو احط، فما خلصش كل الكمية. اهو وهنا كده هقطع كام فرع صغير بس كده، والباقي هحط هنا ايه في الشوي، بياخد ريحة الشوي. الروزميري من الحاجات اللي في الشوي تبقى حلوة قوي، بس مش هنقطعها صغير، هنخليها كده زي ما هي علشان ناخد ريحتها. اوكي كده بقى حلو قوي. نحاول ايه ان انا اعمل الصوص، هيكون شوية زيت زيتون مع شوية من الخل البلسمك اهو كده. برضو حابين عندكم صوص جاهز في البيت ممكن تستخدموه، برضو هيطلع حلو جدا. هو ده صوص زي بيزك، حاجه اساسيه او حاجه يعني ما فيهاش اي اختلاف راي في الطعم، لان طعم ما فيهوش تجديد، يعني طعم ده احنا بنستخدمه دايما عامه في السلطات، بس بيطلع حلو قوي بالذات مع الجرجير، يعني الخل البلسمك مع زيت زيتون في الجرجير مع الجرجير بيطلع حلو قوي. نديها بقى على الناحية التانية شوية برضو. حابين تدخلوا اللحمة الفرن ممكن تدخلوا اللحمة الفرن، مش لازم ان انا ايه اشويها هنا، برضو ممكن الفرن عندك على الشواية يكون عالي شوية وتقوموا حاطينها وتستوي تطلع حلوة برضو قوي. اوكي كده، وهسيبها بقى ايه تاخد سواها خالص. يلا كده عندي بصوا بقى بتبقى ايه مشوية. اوكي وبرضو نشوف السوا، السوا اوكي السوا لا ايه، علشان نقدر ان احنا نحطها تاني نرجعها او لا. فانا هعمل ايه، هجيب بقى كده اهو واطلع بقى ونبدأ في التقطيع. اوكي بصوا بقى ايه الروزميري بنشيله نحطه هنا، لان الروزميري لما بيتقطع صغير قوي ويتحط معاها ممكن الطعم ما بيعجبش كل الناس. خليني اجيب شوكه كده سريعه صغيره ونبدا بقى في التقطيع مع بعض. هاي استوت
كده ده well done. اوكي اللي بيحبها طبعا بينك شويه بنسويها اقل، فهي بتبقى على حسب التسويه ونوع اللحمه برضه اهو كده. تدي كده على جنب. طبعا التتبيله اللي يحب يزود لها الثوم، اللي بيحب طعم الثوم فيها هي ايه؟ هيزود الثوم. تعالوا كده نحط دي هنا، تعالوا كده عشان تبقوا معايا كده. سلطه لذيذه كامله فيها حاجات حلوه، فبرضو بيبقى تغيير حلو ومطلوب. وكاننا برضو في المطاعم مش لازم نروح دايما، لا ممكن احنا كمان نجيب المطاعم ايه لحد عندنا بحاجات بسيطه جدا اهو. اوكي كده يلا. طبعا الريحه وهي مشويه ومعموله في الصوص كده يعني كانها طالعه من الشوايه بتطلع حلوه جدا. وزي ما اتفقنا لو حابين ان احنا نسويها او نشويها في الفرن برضو ممكن نشويها في الفرن على الايه الجريلا ان هي تكون شوي اهو، سهله جدا. يلا بصوا بقى انا هعمل ايه دلوقتي، دي هنخليها اوكي في الاول ايه نستخدم دي. يلا نحطها كده اوكي. بصوا بقى وهي مع اللحمه مع الجرجير عامه بتبقى من الحاجات الحلوه قوي، بتطلع طعمها كمان حلو جدا والطبق منظره بيطلع جميل اهو. طبعا الاضافات اللي احنا بنحبها برضو نحطها، يعني لو عندنا اي اضافات انا رايي يعني ان انا كده ممكن ما احطش اي صوص لان هي اوريدي اللحمه فيها صوص بتاعها حلو جدا، فمش يعني مش لازم اضيع طعمها. حابين تحطوا برضو صوص اهو موجود ومعمول وسهل جدا انه يتعمل يعني اهو كده اوكي. بصوا هي لما بتتحط على الجرجير بينزل ايه الصوص بتاعها تمام اهو كامله متكامله. يلا تعالوا بقى ايه هنحط معاها شويه من المشروم الفريش اهو. برضو اللي بيحب الاول يشوح المشروم ممكن يشوحه بزيت زيتون وتومه او زبده وايه وتومه، برضو بتطلع طعمه حلو. اللي عايزه يبقى فريش، انا بحب دايما المكونات برضو ساعات تكون مدياني الاحساس بتاع ان دي حاجه طبيعيه وفريش كده وجميله، فا اوقات واوقات كده اهو. وبعدين هحط كده كيبرز تطلع طعمها حلو قوي.